أبو إبراهيم يقول هناك يعني برنامج يصور الميت ويجعل صورة الميت متحركة، يقول ما حكم هذا البرنامج؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، أنا حقيقة يعني شيء يقطع والله نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن والأسف على أحوال أغلب المسلمين في تعاملهم مع الموت، شيء عجيب والله. أغلب الناس الآن انصرف عما ينفع الميت إلى ما يضر الميت أو إلى ما لا نفع فيه ولا ضرر، وهذا من أعجب العجب. هل يعقل أن موتانا بمثل هذا الامتهان، موتانا بمثل هذه الصور التي الآن يلعب بها، هل موتانا يستحقون مثل هذا التعامل الذي يمارسه كثير من الناس حتى على سرير الموت يصور ثم انتشر صورته؟ يعني ألا لأمواتنا حرمة؟ ألا لأمواتنا حق علينا؟ يتقي الناس ربهم سبحانه وتعالى. الميت الآن انتقل من دار إلى دار، انتقل من دار الدنيا دار العمل إلى دار الآخرة دار الجزاء، وهو بأمس الحاجة إلى دعوة. الميت لا يحتاج تصورونه، الميت لا يحتاج أنكم تتفاخرون بآثاره وبمناقبه وبفضائله، الميت لا يحتاج هذا. الميت يتألم إذا أكثرتم البكاء عليه، الميت يتألم إذا قلتم فيه ما ليس فيه، قلتم فيه ما يتألم الميت إذا قيل وأضفي عليه قداسة معينة من الألقاب وكذا. مالك يقول هل أنت هكذا؟ يقول أنت كنت هكذا في الدنيا؟ ولذلك اتقوا الله في أمواتكم يا إخواني. الميت بأمس الحاجة إلى الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون لأمواتهم من آبائهم وأقوامهم. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام يدعو، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. الأمر الثاني الصدقة، الصدقة عن الأموات، هذا مما يصل الثواب فيه. كذلك ما صلة الرحم. الآن بعض الناس هؤلاء اللي يتفاخرون ويجيب صورة مثلا ميت له تجده قاطع رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أنت أيها المشتغل بتصوير الميت إذا أردت فعلا أن تجعل الميت يرتاح في قبره صل رحمك. أنت قاطع عمك وقاطع خالك وقاطع أختك قاطع أخاك مقاطعهم هؤلاء، وجاي تتفاخر بأنك والله أنت بار بوالديك. البر ما ينقطع حتى بعد الوفاة، ولذلك من بر الآباء والأمهات أنك ما تكون قاطع رحم وما تكون غليظ وجاف مع أرحامك. هذا اللي فعلا مما أوصى به النبي عليه الصلاة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإكرام صديق الميت، ونحن الآن مشتغلين فقط في فاتقوا الله في أمواتكم يا أخواني وأخوات، اتقوا الله في أمواتكم. وما كل شيء جديد يجي يطرأ علينا نأخذه ونتعامل به. أنا البرنامج اللي ذكر أخوي أبو إبراهيم أنا ما أعرفه والله، أنا ما أعرفه، لكن أنا أتكلم على قضية يعني ما بين فترة وفترة نسأل عن كذا وعن كذا. قبل أيام سئلنا بأن بعض الناس يجي يصور أبوه ولا والدته وهي على سرير الموت تلفظ أنفاسها الأخيرة في النزع، يصورون بأي حق نؤذي هؤلاء الأموات؟ من الذي منحنا الحق على أن نتعامل مع أمواتنا بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الأسلوب؟ الآن اليوم إبراهيم يعطينا يقول والله في برنامج كذا، هذه مصيبة وكارثة. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، أن يشوفوا وش اللي يصلح للميت. أنا ما أتكلم على قضية هل هذا حلال أم حرام، هذه المسألة لأني ما أعرف البرنامج، لكن أتكلم على أن لا نلهو عما أو يعني شرعه ديننا مما هو من حق الأموات، لا نلهو عن ذلك. وبعدين هذه المسائل يعني ما يتعلق بالقضايا هذه، ماذا يستفيد الآن الميت وماذا نستفيد نحن؟ قد الآن حتى ربما هذه تجعل هناك يعني تحرك عرق الحزن وتستدعي الأحزان والآلام لما نرى صورة الوالد أو الوالدة، وننصرف عما هو مفيد لهما في قبريهما.